السلام عليكم وأهلا بكم. بنبدأ مع بعض منهج الترم الثاني، منهج Time for English سنة 6 ابتدائي. خدنا مع بعض الترم الأول بالكامل، خدنا امتحانات، خدنا مراجعات، وإن شاء الله النهاردة هنبدأ الترم الثاني. الترم الثاني بيبدأ بالوحدة السادسة بعنوان The School، بعنوان The School Concert، The School كونسرت، الحفلة الموسيقية المدرسية. الترم الثاني 5 وحدات، الوحدة السابعة بعنوان زو أنيمالز اسكيب، زو أنيمالز اسكيب، هروب حيوانات الحديقة. الوحدة الثامنة إن كيندرغارتن، إن كيندرغارتن، في الحضانة. طب ويونت 9 سيتيز أراوند ذا وورلد، سيتيز أراوند ذا وورلد، مدن حول العالم. يونت 10 ات سكول، ات سكول، في المدرسة. زي ما خدنا الترم الأول هناخد الترم الثاني، كل وحدة هنقسمها لمجموعة من الدروس، كل درس شرح وحل التدريبات في فيديو صغير وبسيط، وإن شاء الله هنحله تدريبات كتاب المعاصر بالتفصيل. هننزل مراجعات لشهر فبراير وشهر مارس وشهر إبريل، هننزل امتحانات المحافظات، هننزل مراجعات النهائية. فما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير عشان يوصلوا كل جديد. ونبدأ مع بعض The School Concert. كونسيت، كونسيت، كونسيت. طبعا يا مستر ليه ما نطلعش الار؟ عشان في البريتش، في الامريكان بينطقوها عادي، لكن في البريتش لو الار جت بعد حرف متحرك ما بنطقهاش، وبطول في نطق الفاول الحرف المتحرك. يبقى كونسيت حفله موسيقيه. ذا ميوزك روم، ذا ميوزك روم، ذا ميوزك روم، حجره الموسيقى. بيس، 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 اله تشبه الكمان، اله من الالات اللي هنتعرف عليها. Get ready for، get ready for، يستعد أو يجهز أو يكون مستعد لي. By the window، by the window، by the window يعني بجانب النافذة. Notes، مجموعة من الملاحظات. هنا بيقول لي Do you want some help، هل تريد بعض المساعدة؟ فهنا جاية اسم، عايز مساعدة. طب طب لو جت فعل بمعنى يساعد، يا إما يجي وراها مفعول مصدر أو مفعول تو المصدر، والاتنين صح، الاتنين صح طبعا. سلمى هيلبس لارا، سلمى بتساعد لارا. كلين اب ذا روم، في تنظيف الحجرة. أو ممكن أقول إيه، سلمى هيلبس لارا تو كلين اب ذا روم. يبقى هنا هيلب شخص مصدر، أو هيلب شخص تو المصدر. طب الإس يا مستر دي جت منين؟ دي إس الزمن، عشان سلمى بتساعد أختها لارا، ده مضارع بسيط عادة هي بتعملها مع هي وشي وإت، بحط الفعل إس أو إس أو أي إس، ودي سلمى بحط معاها طبعا إيه إس، عشان هيلب البي بحط لها إس. يبقى سلمى هيلبس لارا كلين أب ذا روم، أو سلمى هيلبس لارا تو كلين أب. يبقى ممكن تبقى بمعنى مساعدة أو بمعنى يساعد، يقول لها شخص مصدر أو طول مصدر. باي ذا ويندو، باي هنا بمعنى بجوار أو بجانب أو بالقرب من، يبقى بجوار الشباك. اكتف فوكابلري باقي الكلمات. لوك اوت، لوك اوت، لوك اوت، احترس او انتبه. بتساوي واتش اوت، واتش اوت، واتش اوت. شور، شور، شور. اوفر زير، اوفر زير، اوفر زير، هناك. باي ماي سيلف، باي ماي سيلف، باي ماي سيلف، بنفسي. سو ممكن تبقى بمعنى جدا او بمعنى لذلك على حسب مكانها في الجمله. هيفي، هيفي بمعنى ثقيل، او ممكن تبقى بمعنى غزير لو بتكلم عن المطر. هير، هير، هنا. بيهايند، بيهايند، خلف. طب تعال نشوف الملاحظات دي. اتس سو هيفي، انها يكون ثقيل جدا. اي ثينك سو، اعتقد ذلك. يبقى سو هنا ايه؟ بيتغير معناها. طب تعال نشوف دي كمان. هي از كليفر، هو شاطر. سو لذلك. He passed the exam easily، اجتاز الامتحان بسهولة. يبقى هنا so هنا جت قبل الصفة بمعنى جدا، ودي بمعنى ذلك، ودي بمعنى لذلك. يبقى على حسب موقعها في الجملة بيتغير معناها. Conjugation of verbs، تصريف الأفعال. قلنا في أفعال منتظمة regular verbs، وأفعال شاذة irregular verbs. المنتظمة عشان أحولها من مضارع لماضي بحط لها دي أو إي دي أو أي إي دي، واتكلمنا عنها بالتفصيل. طب والشاذة؟ بيتغير شكلها. help helped، clean up cleaned up، move moved، lift lifted.
ده المنتظم، طب الشاذ؟ جيت ريدي، جوت ريدي، بوت بوت، تيك توك، جو اون، وينت اون، جو اون، وينت اون. ونكمل صفحة 14، صفحة 14 من كتاب المعاصر. Circle the odd word and replace it with a correct one. بعد إلى حول الكلمة الشاذة واستبدلها بكلمة صحيحة. Clean, help, so, look كلهم أفعال ما عدا so. طب حط أي فعل؟ طبعا ممكن go، مفيش أي مشكلة. ممكن won't. What, where, whose كلهم أدوات استفهام WH ما عدا where، دي verb to be في الماضي. وحتى لو جات سؤال بمعنى هل يكون، فأنا عايز أداة استفهام بتبدأ ب WH زي why. Cello, bass, drums, money كلهم آلات موسيقية ما عدا money النقود، ممكن أحط بيانو. Heavy, ready, window, easy كلهم صفات ما عدا window شباك، أحط صفة مثلا easy أخليها difficult، صفة برضو. Himself, itself, your, herself كلهم ضمائر منعكسة توكيدية، ضمائر منعكسة توكيدية ما عدا your أخليها yourself. ده بالنسبة للسؤال البسيط. بعد كده بيقول ايه؟ The school concert حفل الموسيقى المدرسية أو حفل المدرسة. Characters الشخصيات، هنا جايب لي كريم ومنى ومس نادية. Topic موضوع المحادثة، نشوفوها كده قبل ما نقراها. In today's conversation في محادثة اليوم، كريم is cleaning up كريم بينظف the music room حجرة الموسيقى. To help his teacher عشان يساعد المدرس. To get ready عشان يستعد for the concert للحفلة. منى wants to help him منى عايزة تساعده. يبقى كريم بينظف حجرة الموسيقى عشان بيساعد المدرس عشان الحفلة. طب منى ايه؟ بتعرض المحادثة، ونبدأ مع بعض المحادثة. المحادثة 6 مشاهد. المشهد الأول منى وكريم. هاي كريم، وات ار يو دوينج؟ أهلا يا كريم، بتعمل ايه؟ قال لها I am helping Mr. خالد clean up the music room، أنا بساعد الأستاذ خالد في تنظيف حجرة الموسيقى. He's getting ready for the concert، هو هيكون مستعد للحفلة. هنقراها مرتين كل مشهد، وبعد ما نخلص قراية المحادثة كلها هنبدأ نشرح المحادثة. المرة التانية، هاي كريم، وات ار يو دوينج؟ أهلا يا كريم، بتعمل إيه؟ I am helping Mr. خالد clean up the music room، أنا بساعده في تنظيف حجرة الموسيقى. He's getting ready، هو هيكون مستعد for the concert للحفلة. ونكمل صفحة 15، 15 قراءة المحادثة. المشهد الثاني، منى بتقول Can I help you؟ هل يمكنني مساعدتك؟ Can I help you؟ لا sure، you can move the bass. Sure بالتأكيد، you can move the bass، تستطيع أن تحرك آلة إيه؟ البيس. كريم قال لها Put it over there، حطيها هناك. By the window، جنب الشباك. Put it over there by the window. I can't lift it by myself at all، أنا لا أستطيع أن أرفعها بنفسي. يبقى الموضوع كان تقيل قوي. Put it أو الآلة الموسيقية كانت تقيلة قوي. Put it over there by the window. I can't lift it by myself. المشهد الرابع، منى قالت له It's so heavy، تقيلة جدا. It's so heavy. لا here، هنا I'll take it، هاخدها منك. Here I'll take it. فمنى قالت له في المشهد الخامس Look out، احترس. Look out، there is a box behind you، في صندوق وراك. Look out، there is a box behind you. قال okay، وقع مثلا. فمس نادية سمعت الصوت والدوشة فقالت What's going on in here، ايه اللي بيحصل هنا؟ What's going on in here؟ راح كريم رد قال لها We're cleaning up، احنا بننظف. احنا ايه؟ بننظف. ونبدأ مع بعض شرح المحادثة من الصور. هنا البنت بتقول للولد أو منى بتكلم كريم، هاي كريم، واقفة على باب The Music Room حجرة الموسيقى. أهلا يا كريم. طب ليه ما قالتش هلو؟ عشان هاي دي للمعارف، للأصدقاء. هلو دي لحد أكبر مني أو أكثر احتراما. هاي كريم، وعلامة تعجب، أنت إيه اللي جايبك هنا؟ فبتسأله What are you doing؟ بتعمل إيه؟ يبقى What are you doing؟ ماذا تفعل؟ سؤال في المضارع المستمر. فقال لها I am helping، فالإجابة
Are you doing? طب I am helping. Are you حولناها ل I am helping، أنا بساعد. مستر خالد، لاحظ حاجة إن help مفعول مصدر. clean up the music room، يعني ما ينفعش أقول مثلا I am helping مستر خالد cleans أو cleaning أو cleaned، لا I am helping مستر خالد clean up، بساعد أستاذ خالد في تنظيف حوالة الموسيقى. he's getting ready، getting ready for، ready بيجي معاه for، هو هيكون مستعد for the concert للحفلة. ونكمل المشاهد صفحة 16. can I help you، هنا بتعرض عليه المساعدة. لما اجي اعرض المساعده اقول له can I help you او do you want some help، طب هو وافق sure you can move the bass، يبقى للموافقه على المساعده sure. طب لو رفض المساعده no thanks، no ايه thanks. المشهد الثالث put it، لا حطيها، يبقى ده فعل ايه امر او فعل طلب بدون اضافات. put it over there by the window، حطيها هناك جنب الشباك، يبقى بنستخدم الفعل في المصدر في بدايه الجمله put it over there، ما قالش بوتس، ما قالش مثلا بوتينج، اوكي؟ فقلت له I can't lift it by myself. كلمة can't أنا ما بقدرش، بيجي وراها المصدر للتعبير عن عدم القدرة. I can't lift it by myself. I جه معاها myself. أنا مش قادر أرفعها بنفسي. جه المشهد الرابع. It's so heavy. دي تقيلة جدا. فالواد قال لها here، هنا. I'll take it، أنا هاخدها. يبقى لما اقول حاجه تقيله جدا اقول so heavy، طب حاجه مثلا خفيفه so light، اوكي؟ طب حاجه مثلا متسخه so dirty. I'll دي اصلها will، بيجي وراها المصدر. here هنا انا هاخدها منك، I'll take it، I'll take it. ونكمل صفحه 17. الولد هنا خد منها الاله، الاله الموسيقيه، وبيقع. قلت له look out، احترس. there is a box behind you، في صندوق وراك. يبقى لوك اوت للتعبير عن التحذير، عن لفت الانتباه. فالصوره الاخيره الميس جت. واتس جوينج اون ان هير، ايه اللي بيحصل هنا؟ يبقى لما بسال عن حاجه بتحصل في مكان اقول له واتس جوينج اون ان هير، واتس جوينج اون ان هير. لا وير كليننج اب، احنا بننظف. احنا ايه؟ بننظف. ده بالنسبه للمحادثه قريناها مرتين وشرحناها من واقع الصور. هنحل مع بعض تدريبات الدرس الاول من كتاب المعاصر على المحادثه. طبعا حفظ المحادثه بيسهل لي حل سؤال الليسن. هانا وما وات ار يو دوينج، ما اي ام كليننج اب، اكتب كليننج. ذا ميوزنج روم، كان اي هيلب يو، شور يو كان موف ذا بيس، على حسب النص بحل. وير كان اي بوت ات، باي ذا ويندو بليز. ونحل مع بعض جنرال اكسرسايزز، تدريبات عامه on conversation time، على المحادثة صفحة 18 و19، صفحة 18 و19. listen and complete. السؤال الأول what are you doing؟ I am cleaning up the room. can I help you؟ can I help you؟ sure. can you move that by the window؟ can you move that مثلا base by the window؟ قال له I can't، it's too heavy، تقيلة جدا. قال له اي موف ات، خلاص انا هنقلها. يبقى السؤال الاول بسمع وبحل، بسمع ايه وبحل. طب السؤال الثاني تشوز اختياري. وات ار يو نوت، اي ام كليننج اب. وات ار يو دوينج، بتعمل ايه؟ انا بنظف. ذيس باج از تو هيفي، الشنطه تقيله، اي كانت ليفت ات. اي ونت تو نوت بيكوز اي لايك ميوزك، يبقى كونسيبت، رحت الحفله الموسيقيه عشان انا بحب الموسيقى. اي كان موف ذا بيس، اقدر احرك الاله. واتس جوينج اون ان هير، ايه اللي بيحصل هنا؟ Nancy is not her mother، يبقى helping مضارع مستمر، M O is R و I N G. put it over there by the window، حطها هناك بجوار الشباك. هنا do you want some help، يعني هل تريد مساعدة؟ do you want some help. صفحة 19 قطع عليها أسئلة، هنقرأ القطع. Mrs. Salwa is our music teacher، الأستاذة سلوى مدرسة الموسيقى. she is very busy today، هي مشغولة جدا النهاردة. she is getting ready، هي بتكون مستعدة for our school concert، الحفلة الموسيقية. Mrs. Salwa is not happy، ليست سعيدة. to see the miss، إن هي تشوف الفوضى. she is asking the pupils، بتطلب من التلاميذ. to help her، يساعدوها. because the room is messy، عشان الأوضة فيها فوضى. أحمد is cleaning up the music room، أحمد بينظف حوالة الموسيقى. to help his teacher، عشان يساعد المدرس. Mary wants to help، ماري كمان عايزة تساعد. to either، she wants to move the bass، عايزة تحرك الآلة. and put it by the window، وتحطها بجوار الشباك. but it is so heavy، ولكنها تقيلة جدا. أحمد helps her to move it،
احمد بيساعدها، يبقى مس سلوى از جيتنج ريدي فور ذا كونسرت، بتجهز عشان خاطر الحفله. مس سلوى از اسكينج ذا نوت تو هيلب هير بيوبلز، بتطلب من التلاميذ يساعدوها. واي داز مس سلوى وونت ذا بيوبلز تو هيلب، ليه الاستاذه سلوى عايزه التلاميذ يساعدوها؟ بيكوز ذا روم از ميسي، الاوضه فيها ايه؟ فوضى. هو وانتس تو موف ذا بيس باي ذا ويندو، مين اللي عايز يحرك الاله؟ ماري. يبقى بقرا القطعه مره واتنين وافهم معناها وابدا احل. طب لو القطعه صعبه؟ ارجع على طول الاول على الاسئله واقرا معنى الاسئله وحاول تترجم الاسئله وارجع للقطعه، هتلاقي الموضوع سهل. السؤال الرابع، رتب هيز جيتنج ريدي فور ذا كونسرت. What is going on in here؟ السؤال الأخير، بنك تويت مريمز هيلبينج هير تيتشر، الام كابيتال في ابوستول في قبل الاس اختصار الاس، وهنا الفول ستوب موجودة خلاص، مريم بتساعد مدرستها. وين از ذا كونسيت، ندى هنا الان كابيتال، وفي الاخر علامه استفهام عشان وين جي وراها از، بمعنى متى تكون الحفله الموسيقيه يا ندى. وبكده يبقى خلصنا الدرس الاول في الوحده السادسه بعنوان الحفله الموسيقيه المدرسيه سنه سته ابتدائي، وان شاء الله هننزل تباعا فيديوهات شرح المنهج وحل التدريبات للكتاب المعاصر. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.